أحياناً تقابل شخص في 70 بس تحس إنه في 50 مثلاً. تخيل، السر في بكتيريا على البشرة. تعالوا نفهم أكثر. دراسة جديدة لمركز ابتكارات الميكروبيوم بجامعة كاليفورنيا بالتعاون مع مؤسسة أبحاث لوريال لمستحضرات التجميل، وجدت أن النساء اللي عندهم أنواع مختلفة من البكتيريا على بشرتهن تكثر على وجوههن التجاعيد، بالتالي تظهر عليهن علامات الشيخوخة بشكل أوضح. هذا يعني أن التجاعيد ليست مرتبطة فقط بالتقدم في العمر أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية، إنما ميكروبيوم الجلد أو الكائنات الحية الدقيقة اللي تسكن بشرتنا. النتائج كشفت أن الميكروبيوم الأكثر تنوعاً مرتبط بما يسمى تجاعيد أقدام الغراب أو علامات الضحك اللي تشكل التجاعيد في زوايا العين. يعني باختصار، كلما زاد تنوع الجراثيم على الجلد كلما زادت الخطوط الدقيقة حول العين. الدراسة هي الأولى اللي تعزل الميكروبات المرتبطة بالشيخوخة وتحديداً التجاعيد الشاملة عن تجاعيد قدم الغراب المرتبطة بخطوط العين. هل اقتربنا من تطوير كريم سحري للقضاء على التجاعيد؟ الأبحاث مستمرة ونحن نحلم.